فرحان النوارس فوق دجلة حوم، فرحان النوارس فوق دجلة حوم. كانت مدري وين واجت محتفلة، حقها تغربت من شافة الدخان، بس بعد بحلقها طعم مي دجلة. وصلت الخليج وجازها الوهواس، حرة تعلمت ما تقبل الذلة. إلها الوطن قبلة ومسجد ومحراب، هدها بغير دولة الوطن تندلة. حقها تختنق برا الوطن ما تعيش، حقها تختنق برا الوطن ما تعيش. العراق شكبر صيطة وياهري وصلى، أرض سومر وبابل وأكد والحدباء، وارض الأنبياء جم نبي بيصلى، أرض حيدر علي وكربلا وسامراء، وبغداد العروبة وساعة القشلة. ما تعلى أبد بالغربة لوش تصير، ما تعلى أبد بالغربة لوش تصير، لو ريس تصير وعلي ما تعلى. احتراما للوطن ينحني كل الكون، الكواكب بالفضاء دبوسة تنزل، الكواكب بالفضاء دبوسة تنزل. نعود لكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من طيبة أهلنا، مع هموم الناس وقضاياهم ومع مواقفنا، ونحن نعرض الحالات الإنسانية ونجد لها الحلول في العلاج والعون ومد جسور الخير بين المحتاجين وأهل الطيب. أعزائنا المشاهدين، في بلادنا مواقف وحالات عديدة يعاني فيها الناس ويتحملون، ولا توجد معالجات لأوضاعهم المعيشية والصحية. فالجهات اللي يجب أن تعتني بهؤلاء مشغولة بأشياء ثانوية بين المصالح والصفقات وأشياء عديدة، وبالتالي يبقى هؤلاء الفقراء بعيدين عنهم. لكننا في طيبة أهلنا نذهب إلهم أينما كانوا، واليوم معانا حالتين كل واحدة منهم تمثل مأساة حقيقية. الحالة الأولى عن عائلة فقيرة تعيش ببيت تعبان ومتهالك بعد أن كانت تعيش في اسطبل للحيوانات، والحالة الثانية لعائلات من إخواننا المسيحيين اللي عايشين في المنفى خارج بلدهم. راح نشوف الحالات. والله والمعين مالنا بس الله سبحانه وتعالى. شوية حفنة من تراب العراق معي. تحلق حمامات الحزن حول رؤوس الأطفال بهديلها، تحكي عن مأساة حقيقية. رب الأسرة كان يعمل عاملا شاقا في البناء، ولا ضمان له حتى مرض وعجز عن ممارسة عمله، ليظل تحت العوز والفقر والمعاناة. وآه من الفقر الذي جعله يلتجئ إلى اسطبل الحيوانات يعيش به مع عائلته حتى تحمي من حر الشمس وبرد الشتاء، وليستر نفسه هو عائلته من هذا الضيم اللي حاط بهم. وقد أدرك أنه حقق حلمه حين ترك هذا الاسطبل وراح يعيش بخرابة. هذه الخرابة ما تصلح للبشر، لكن تقال أنها للبشر. هكذا تعيش هذه العائلة، وهي نموذج لعائلات في بلد يأكل أبناءه ويطعمهم حرمانا بدل ثمار خيراته الوفيرة. لندخل إلى عالم هذه العائلة وهم يتحدثون عن الوجع. والله بالنسبة لنا احنا طبعا بهالمنطقة من قبل حوالي 15 عام كنا قاعدين بخان خلف هذا البيت. والله اسطبل مع الحيوانات هو. اي نعم الاسطبل مع الحيوانات، لان تعرف جرابك الايجارات غالية. لا ما عندي اي ملك، الملك لله. وانا سابقا كنت عامل اشتغل بالبناء، فحالياً مريض، عندي ضغط،
وعندي مفاصل، ما اتمكن بعد على عمل البناء. فمر احد الخيرين من يمنا، والدته كن كلفته بهذا الموضوع الله يرحمه، قالت تجيب هذول الناس قاعدين بهذا البيت مالتي. ايه يعني خلف الله عليها، المهم بلا ايجار. فقالت اقعدوا بينو، ايمتي ما الله ييسر حالكم اطلعوا منه، واذا ظلت وضعيتكم هالشكل انتم ظلوا بينو طول حياتكم. هذا والله بالصيف جنابك تعرف انت الصيف حار، و بس بين غرفه واحده ويجي بيها ماي من جوا ومن فوق بالشتاء. هم مرة احد المحسنين جاب لنا شادر خلف الله عليه نو من هالمنطقه هذه، وهالوضعيه اللي تخشى عندك قدام عينك يعني في غنى عن التعريف. والله والمعين مالنا بس الله سبحانه وتعالى، ما اقول والله اذا عدنا ناكل، ما عدنا ما ناكل، والبطن ما تتفتش. فمثلا جارنا اليوم عمل له اكل اشياء جاب لنا، عدنا احنا اشترينا وهالشكل. والله اكبر واحد بس هذا احمد، لا عبال ليش اكو عمل حتى يشتغل؟ وين العمل؟ لا ما يروحون على المدرسه. والله انت تسالني ليش؟ اولا مالنا طاقه للمصاريف، الملابس، القرطاسيه، الحقائب، الشغلات، ما عنده طاقه تحتها. واللي ما عنده طاقه ايش يعمل؟ يقعد يسكت. لا راتب لا رعايه ولا مساعده ولا من اي جمعيه انسانيه ولا حقوق الانسان ولا كل شيء، ما عندي ابد. راجعت على الرعايه قبل حوالي 11 سنه. اي راجعت بالسره وهوسه، وهذه رجع بالطريق لقاني واحد براس الضرع، قال لي تعطيني ورقتين اعمل لك المعامله؟ قال لي اعطيني ورقتين يعني على اساس يعمل معامله مع الرعايه. $200 يعني 250,000 عراقي. قلت له انا لو عندي 250,000 ما حاشتغل، موني ما السنه كامله علي قطعتي اللد. لا ما حد جاء بالمنطقه، ما حد جاء. لا هاي المنطقه بيها ناس فقراء كثيرين، بس اكو درجات الفقر. اكو مثلا من احسن من وضعيتي، اكو بعد احسن، اكو جزء ادنى. منطقة مسحوقة هذه. يعني قبل ما تشتغل عاطلة؟ هسه حاليا اي عمل ما اشتغل انا. مريض؟ اي نعم مريض. اي ولا لو اقدر اشتغل ما لازم اشتغل بمحافظة نينوى، اروح اشتغل بغير محافظة. ما هو عملنا واقف احنا ولي. هسه اذا تنزل على الموقف مال العمال، طيب لك عامل وانت جايب سيارتك عامل، انت سيارتك ضواك 200 عامل، ومن 200 عامل يمكن ما يصير بالنصيب الا عامل واحد. هي هاي منطقه العمل نبي يونس. احنا نطلب من المسؤولين ان شاء الله، الله يطول عمرهم كلهم، وان يلتفتون على الشريحه المسحوقه وان يساعدوها، وما نطلب اكثر من هذا. شاهدنا الحالة الأولى والمأساة اللي تعيشها هذه العائلة، وسنشاهد الحالة الثانية وهي لعائلة عراقية من أخواننا المسيحيين، وحياتهم بالغربة وقسوة بعدهم عن البلد، أنهم منفيون وبعيدون غرباء. لا شيء أقسى من هذه الصفات اللي تخدش الروح عزيزي المشاهد وتجرح القلب. يقول ناظم حكمة: وضعوني في الجنة فصحت آها وطني، لأن الوطن ليس فقط بيت وشارع وبنايات، الوطن انتماء وذكريات ووجوه وأشياء مشتركة تولد الحنين وتجعل الإنسان غريبا مهما كان.
مشتاقة للبصرة؟ طبعا مشتاقة للبصرة، لولدي بناتي كل واحد في صفحة. احنا متعلمين هناك على العراق، على البصرة أكثرية يعني. حب العراق، كل جوارينا يعني شنة وشيعة ومانداني، كل واحد يحب الثاني. هسه كل مرة يخابروني يقولوا شوف شو رحتوا وماكو ما قاعد تجون، ليش؟ نقول لهم نجي. أقول لهم ما نقدر نجي هسه. يعني على المحل حرقوه، يعني بيتنا يجي بقصف أمينا صار بينا. يعني مقهورين على ولدنا وما ننام ليل كله يعني، نريد نشوفهم. شو تطلبين من الحكومة ومن الخيرين من خلال برنامج طيبة أهلنا؟ يساعدونا يعني. يعني نريد نروح نشوفه ما نقدر نروح. تجين فلوس سعر الطيارة؟ والله إذا ينطونا نروح نسافر، إذا ماكو ما نقدر نروح. يعني قهر عليهم هواية، ما أقدر ما محملين يعني 4 سنين هنا ما شايفين، ما تاركيهم ما أول مرة. جينا يعني شو نسوي بعد؟ قلنا ما عنده لا محل هناك لا شيء. يعني حرقوا المحل وهداه، قاعد بالهاي مكمية الحصة وقعوا العمارة ما عنده فلوس بعد يأجر. قلنا أمي صاحبتنا سوتنا أوراق نسوي جينا. يا قاعدين ما عندنا همان، ما متعلمين نتركهم الولد بنات كل هذا بسطحه. اني اما سورة 5-6 سنين، اما ولدنا 9 سنين، ولد بنية كل واحد في صفحة، بنية بالبصرة واخوها، واحد بتلكيف، كل واحد يعني في صفحة، ما متعلمين ما معودين يعني نخليهم وحدهم. احنا كلنا كنا بيت واحد، كلهم متزوجين كلهم ويانا. شو نسوي؟ مشتاقين لهم، شو نسوي بعد؟ ما نقدر لا نروح ولا نجي. منا جينا ما عندنا كل شيء، عندنا بس ينطونا من البستان 200 دولار وهاي. هو ما له كل عيب. يعني متنا عن ما ربيناهم، هسا احنا وحدنا هناك كل واحد في صفحة. ما نقدر لا نتحمل كله، ما ننام لا اني ولا ابوهم. هاي حياتنا وهاي الغربة اللي يعني ماكو واحد يعيش، ماكو واحد صعب من الغربة، ماكو مستحيل. وانا اريد اروح يعني اشوف اهلي اشوف قرايبي بصراحة احكي يعني. لان هاي 4 سنين يعني هنا كل شيء ما بتامت، لا عدنا راتب، لا عندنا فرد قوة تساعدنا تقوم بواجبنا بيها، ماكو. نريد احنا ولو تكت طيارة نريد نروح نسافر البصرة ويا أهلنا ويا قرايبنا ويا حبايبنا. ناسنا هناك كلهم طيبين ورحماء، بس شو تسوي هالدنيا هاي صارت هيجي تخربطت؟ هذا يريد فلان شي وهذا يريد فلان شي وهذا يريد منصب وهذا يريد فلان شي، وش نسوي بعد؟ الظروف ان شاء الله ترجع الظروف كلش حلوه ونجتمع كلنا سويا خير. الله بحيل الله بحيل الله يا ربي. اي حديث هذا واية معاناه؟ وما الذي فعله هذا الانسان المسالم من اهل البصره؟ احرقوا محله وهاجموا بيته وترك البلاد بليله ظلماء، والان هو وزوجته في مكان واولاده كل واحد بدوله. ليش؟ ومن المسؤول عنها؟ أن كل عائلة في الغربة تحاول عزيزي المشاهد أن تجد إلها أجواء تحقق إلها بلدها، ولو شيء بسيط من الإحساس بالوطن، فيصنعون حياة وطنية بسيطة، يعني وطن رمزي بلمة حبايب أو بأكلة محلية تذكرهم ببغداد أو بالموصل أو بكربلاء أو بديالة أو بالنجف، المهم شيء عراقي يجدد أحلامهم بالعودة لبلدهم. وحتى هذه اللحمة صارت صعبة على هذه العائلات المنسية التي حين يزورها مواطن عراقي تشعر بأن العراق كله قد جاء لها. بالبصرة صارت الحوادث
وحرقوا محلي وحرقوا طلعت ويعني كل الأسباب. وهذا أمر يعني مو بيدي يعني بيد رب العالمين. بس شو أسوي يعني؟ لما أشتكي حالي أشتكي للطيبين، أشتكي اللي جايين علينا، أشتكي همومي إلهم. هيفاء الحسيني والرفيق المياها أنا وين أروح؟ أواني أريد أرجع العراق يعني وأشوف حبايبي بهالبصرة كلهم حبايبنا لا فرق. أنا عندي كلهم يخابروني يقول ليش ما تجي؟ قلت لهم بين أقدر أجي. عزيزي المشاهد، حالات عديدة سببها الإرهاب جعلت أهلنا يهربون وهم يبكون بهلع وحزن وندم ويتساءلون لماذا كل هذه الأشياء تحدث في بلد أهلهم ومحبون لبعضهم. هذه امرأة مسنة تعرضت للتهديد، خطفوا أبناءها فباعت بيتها وأعطت ثمن فدية للإرهابيين. حتى في بيع بيتها تم تهديدها وأخذوا كل ما عندها لتترك البلد. تقول لا أحد عندي لأن أخي معاق بسبب الحروب. هذا نموذج من الضحايا. هذه المرأة المنسية المسكينة تقول حاربونا، عشنا مأساة التهديد وكل أنواع الخوف بينما العراق عائلة واحدة. هذه المرأة الوحيدة تبكي وتقول أريد أن أعود كي أموت في وطني وأشم تراب العراق ونخيله. لنستمع إلى حديث هذه المرأة المسكينة. جينا هسه أنا بالغربي بهذا العمر بهدلته لأن بيتي راح، أولادي وقت انخطفوا عطيت الجزية مالتهم من وراء، بعت البيت وعطيته. ومع هذا أنا أريد أرجع للعراق. أخوي معوق عفتون ومسؤوليتي من عمو 7 سنوات، معوق مع الحرب إيران مسلول بالعربانة يتيم لا عنده أحد لا عنده ما أحد. أخوي جيراني هم أخوتي هم أهلي هم حبايبي. فارقنا العراق من بعد العراق ضربة العراق أنا لا شيء، لا عندي لا بيت ولا مأوى لأن كل شيء ما عندي طلعت بهدم علي من العراق. منغرت في بلادي بسوريا 6 سنوات من وراء التهديد والقتل. الله يحفظكم وينصركم إن شاء الله يا إلهي. والطيبة لا تخلى من عند العراقيين أبد. أريد أرجع، أنا يا ريت شوية حدنا من تراب العراق معي أشوف أشتمه يوميا. معنا اليوم في البرنامج ضيفنا السيد النائب عماد يوحنا الذي راح يشاهد معانا الحالات الإنسانية التي يعيش العراقيون في الداخل وفي الخارج. مشاهدينا، هذا اليوم ضيفي هو النائب عماد يوحنا عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي. أهلا وسهلا بك سيادة النائب. شكرا. سيادة النائب، قبل ما نبدأ حديثنا خلينا نشوف هذه الحالة ونبدأ الحديث. كنا قاعدين بخان خلف هذا البيت، والله اسطبل مع الحيوانات هو. يعني من الاسطبل؟ اي نعم، من الاسطبل مع الحيوانات لان تعرف جرابك الايجارات غاليه. ما عندي من كل ملك لله. وانا سابقا كنت عامل اشتغل بالبناء، فحاليا مريض عندي ضغط وعندي مفاصل ما اتمكن بعد على عمل البناء. فقال اقعدوا بينه ايمتى ما الله ييسر حالكم اطلعوا منه، واذا ظلت وضعيتكم هالشكل انتم ظلوا بينه طول حياتكم. هذا بالصيف الشتاء والله بالصيف جنابك تعرف انت الصيف حار و بس بين غرفه واحده ويجي بيها ماي من جوا ومن فوق بالشتاء.
لا راتب لا رعاية ولا مساعدة ولا من أي جمعية إنسانية ولا حقوق الإنسان ولا كل شيء ما عندي أبد. والله اللي أحتاجه بناء غرفة هذه حتى أخلص من الماي اللي يجيني من أسفل هاي الغرفة ناصية طبعا أنصب من الساقة الخارجية هاي. طيب مع المطر كله يفوت من وراني أنا دين أجي أحتاج دي أحتاج دي رمل سمنت بلوكات حتى أسوي الغرفة غرفة صغيرة ما شوية نظيفة حتى أولا تقينا من الشدة من اللي يجي من الأسفل. هسه قلنا اللي يجي من فوق شادر اللي يجي من جوه شلون؟ اي نعم عايشين بيه احنا منين نجي؟ يعني مو احسن ما نشرد بالشوارع؟ اما هاي الغرفة يمكن احسن من اي مكان. فقرة وبسطين بسوق الأحزان، فقرة وبسطين بسوق الأحزان، نبيع أفراحنا ونشتري الدمعات، نجر النفس قوة وإحنا عدلين، عشنا بوضع يشبه وضع الأموات. هاي هدومنا مال أول العام، ونغشنا رواحنا نقلها جديدات، ما نحلم بفيلا وقصر واموال، مثل احلامنا كلش فقيرات، نحلم ما يمر بطفاننا الجوع، ومثلنا هم يعيشون المعاناة، ما نذكر يمرنا الفرح فد يوم، احنا بلا غدا وبلا عشا نبات. يا قانون الغي فقرة الجوع، شو وقت يشملنا قانون المساواة؟ شو وقت يشملنا قانون المساواة؟ يا قانون ألغي فقرة الجوع. أتمنى أنه هذه الفقرة تحصل على عناية من الحكومة، من البرلمان، من المسؤولين، من المؤسسات اللي لازم تعنى بهذه الناس اللي تحتاج الكثير الكثير. يعني هذا اليوم شاهدنا هذه الحالة سيادة النائب، شاهدت الألم والفقر والعوز بدون راتب رعاية بدون اهتمام. شو نتكلم عن هذا الموضوع؟ يعني بالتأكيد شيء محزن ومؤسف أن نشاهد هذه الحالات. أكيد هي حالات كثيرة، يعني هاي واحد من مئات الحالات لربما موجودة في كل أنحاء العراق، ونتألم أكيد. نحن ملكة أنا ابن الشعب، أكيد جيت من هذا الشعب، واليوم أنا أمثله في البرلمان. أكيد نحن حريصين أنه ندافع عن حقوق هؤلاء الفقراء، وحريصين أن نشرع لهم. كنا المفروض قبل وقت أنه نشرع القوانين اللي هي تخدمهم، لكن بالتأكيد كانت هناك ظروف صعبة لربما غير مبررة أن تطيل إلى 10 سنوات وأكثر، لكن كانت فوق طاقة كل السياسيين بالعملية السياسية. اليوم بالحقيقة ال4 سنوات الأخيرة المفروض كان مطالب البرلمان أن يشرع كثير من القوانين، وخاصة قوانين تخدم اللي هي تخدم المواطن، وخاصة هذه الشريحة يعني بالتحديد اللي هو قانون العمل وشبكة الرعاية الاجتماعية. وأيضا من خلال قناتكم أكيد قبل أيام شرعنا القانون مع المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة، هي مو بشرة وإنما هو حق مكتسب لهؤلاء الشريحة. يعني تأخرنا كثير به، لكن صوتنا عليه قبل أيام، وراح يخدم شريحة كبيرة من هؤلاء المعوقين والمحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة. أيضا شمل حتى القانون القصري القامة، يعني ذولا أيضا، وشمل بعض الشرائح اللي يعني بعض المعوقين اللي ما يقدر يداري نفسه، يعني ما يقدر أي عمل. أنا أعرف القانون فقط راتب بفقرات كثيرة، طبعا هي راتب وامتيازات أخرى، مثلا بهوية راح يصدر لهم هويات خاصة، يكون عندهم تخفيضات وسفرتين في السنة، يعني تفاصيل كثيرة بالقانون. وأيضا راح يكون هناك للي يقومون برعاية المعاقين اللي ما يقدرون يقوموا ب يكون لهم راتب. هذا طبعا كان مو موجودة بالمنطقة الشرق الأوسط، يمكن هي مختارة من قوانين أوروبية. يعني مشكورة لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، قامت بجهد كبير ومضني بالرغم أنه قلة النواب اللي باللجنة. طبعا هذه عتاب على
نواب كثيرين ما يتوجهون الى هكذا لجان مع الاسف يعني. يعتبروها مو لجان مهمه. يعتبرها مو لجان مهمه او سياسيه لربما. لكن لجنه الدفاع ولجنه الماليه أكيد يكون واللجان عليها الاخرى مدافع ومعارض عليها. طبعا انا يجوز راح يسال المشاهد ليش انت ما متوجه الى لجنه العمل حتى اوضح، لانه رئيس اللجنه هو من كتلتنا استاذ ينادى مكنا، فمن غير المنطق انه نائبين يكونون في نفس اللجنه، ولذلك احنا نشد على ايد اللجنه ان تسرع بتشريع قانون الثاني اللي هو قانون العمل وشبكه الرعايه الاجتماعيه اللي راح يخص شريحه اكبر ويوفر فرص عمل يعني يعني يخلص كثير من العالم. طبعا بالتاكيد ماكو بالعالم دوله تستطيع ان تقضي 100% على الفقر او على العوز، لكن دائما الحكومات والبرلمانات تتسابق وتنافس المفروض على تقليل العوز يعني. أكيد حتى الآن إذا نشاهد هذه الحالة سيادة النائب هو ما عنده راتب من الرعاية الاجتماعية، وحتى لو يكون عنده راتب راح تكون 125,000 هذا المبلغ جدا قليل. جداً أنا أريد أعرف اللجان أو القوانين اللي وضعت هذا المبلغ، يعني ما فكروا هذا المبلغ يروح للإيجار، للمولدات اللي يسحبها الكهرباء، للمعيشة، مبلغ جدا زهيد 125,000. لا 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 يعني شيء. بالتأكيد هناك نوع من الفوضى بالتأكيد بالتشريعات العراقية مع الأسف يعني نتيجة سياسات الأنظمة التي حكمت العراق، وأيضا نتيجة بعد التغيير اللي حصل بالعراق أيضا هناك تشريعات لغاها الحاكم المدني، وأيضا تشريعات أخرى شرعت بفترات متلاحقة دون إعادة النظر بهذه الكم الهائل من التشريعات، بحيث يكون هناك مؤسسة مختصة وتختص بهذه الشريحة وتوفر لها أموال كافية لكي تقضي على الأقل أو تقلل من الفارق المعيشي الموجود اليوم بالعراق. يعني سيادة النائب لو نتخلص من الصراعات السياسية ونتخلص من المحاصصة المقيتة داخل البرلمان وداخل الحكومة التنفيذية وداخل المؤسسات، أكيد راح نعمل بوحدة، يعني نعمل بجهود متحدة حتى نساعد هذه الناس اللي محتاجة. بالتأكيد الخلافات السياسية تؤثر سلبا على هذا الموضوع، لكن أيضا هناك موضوع الفساد الإداري والمال اللي حصل بشبكة الرعاية الاجتماعية واللي سمعنا كثير من المسؤولين يعني غير مسيطر عليه، وهناك محاولات حثيثة لتقليل هذا الفساد. أيضا توزيع الأموال على كثير من المؤسسات يعني دي يقلل الجهد يعني ما يستفاد منها المواطن بشكل كبير، يعني أكو مثلا مؤسسات المرأة، مؤسسات تدفع للأطفال قسم منها للسجناء والشهداء، هذا الأموال مدى توزع مرات تروح لنفس الشرائح، ويكون أكو شرائح ما تحصل على أي يعني مال من هذه الأموال. هذه الداسم يعني فوضى بالتشريعات، يعني يكون هناك قانون واحد أو مؤسسة واحدة أو هيئة واحدة يقدر المواطن من خلاله يراجع ويحصل على هذا الحق اللي هو حقه، يعني كفلة الدستور وكفلة الأنظمة والقوانين الدولية. اليوم يعني من المعيب أن نتحدث عن نسبة كبيرة من البطالة أو الفقر في العراق بهذه الميزانية الهائلة وهذا الكميات الكبيرة من النفط التي تنتج العراق، لكن بالمقابل ليس فقط الخلافات السياسية، أيضا تداعيات الأزمة الأقليمية هي تلقي بظلالها على واقعنا. لكن سيادة النائب خلينا نتحدث بموضوع يعني مهم جدا، يعني الآن المواطن العراقي ما يشاهد البرلماني وما يشاهد المسؤول وما يشاهد قوانين تشرع مهمة إلا قبل الانتخابات، ونتمنى يومية انتخابات حتى المواطن العراقي البسيط يستفاد منها. يعني نريد نعرف 10 سنين مرة وهي 4 سنين هذا اليوم، يعني يبدأ النائب أو السلطة التشريعية تفكر بالمعاق وتفكر بالذوي احتياجات الصعبة، يعني أريد أعرف هاي 4 سنين وين كانوا؟ نعم بالتأكيد، يعني أنت تفضلتي قبل قليل على الخلافات السياسية، هي إحدى الخلافات الرئيسية، الصراع الدائر بين السلطة التنفيذية، اختلفوا على المناصب، اختلفوا نعم على كل شيء، بس لازم تتحدون بمصلحة المواطن، القوانين تخدم هو المواطن السياسي العراقي. السياسي يتحجج انه يقول انا صراعي هو من اجل المواطن، نهاية جزء من العرقلة الخلافات الموجودة، ولكن انا مو مع انه نحصر القوانين ونجي نطلعها يوم الانتخابات، طبعا هذا الشيء غير مرفوض يعني اكيد بالتاكيد، لكن كل نائب اليوم انا ادافع عن النواب فرادا يعني وليس كتل، كل نائب حريص، أنا أصدقاء كثيرين نتكلم مع بعضنا
انه يقدم هذه الخدمه. ماكو واحد يكون انه ضد ينطي حق المواطن او وهذا مو من حقه يكون ضد، لكن كل عندهم رغبه، لكن ما يكون داخل كتله او ما ياتي تشريع قانون معين تاتي الصفقات السياسيه مع الاسف وتخربط هذه العمليه. نتمنى من كل السياسيين والكتل السياسيه يكون يعني يكون بالموضوع اللي يمثل المواطن العراقي. خلينا ناخذ هذا الفاصل ونكمل حديثنا. خطوط حمراء قضايا تداولها محظور، مختومة بالشمع الأحمر. أهلا بكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل مع ضيفي النائب عماد يوحنا. أهلا بك سيادة النائب. خلينا نشوف هذه الحالة الثانية ونبدأ حديثنا. أسباب وجودي هنا بأمريكا لأني كنت ساكن بالبصرة سابقا، والآن يوم يجو زيارتي بالبصرة صارت الحوادث، حرقوا محلي وحرقوا طلعت، ويعني كل الأسباب، وهذا أمر يعني مو بيدي يعني. وأتمنى أن أكون ويا أهلي ويا أصدقائي ويا حبايبي. طبعا مشتاق للبصرة، لولدي بناتي كل واحد في صفحة. إحنا متعلمين هناك على العراق، على البصرة أكثرية يعني حب العراق، كل جوارينا يعني شنة وشيعة ومنجان، كل واحد يحب الثاني. قاعدين معنا هنا ما متعلمين نتركهم البنات كل واحد بصفحه. بهذا العمر بهدلته، لان بيتي راح، اولادي وقت اللي انخطفوا اعطيت الجزيه مالتهم من وراء، بعت البيت واعطيته على مود من الفديه مالهم، خلصوا رواح اولادي من ايد الخاطفين. فارقنا العراق من بعد العراق، غربة العراق احنا لا شيء، الغربة صعبة مهما كانت، مثل بلدنا مثل عراقنا ما يوجد أبد مع هذا الأمور الذي هسا فيه، لكن العراق طيب وأهاليها طيبين، والطيبة لا تخلى من عند العراقيين أبد. أريد أرجع، أنا يا ريت شوية حدنا من تراب العراق معي، أشتم يوميا. مهجر لو مهاجر، سافرت مجبور، حدد شنه وضعه وانت سميني، جبت شوقي وحنيني وكل عذاب الروح، تهت منه وصرت يا من يدليني، بيني وبين روحه هو يحس مظلوم، كل شي لخاطرك يا وطن يرضيني، انتهكت اعراف روحي ولغى الدستور، ضعت لكن ولا ضاعت قوانيني، أحلم أحلم بالمحلة اللي بيها هالمصباية، وفتت ينبى بيته ودمعت عيني، بعد لعب الطفولة براسي باقي يدور، شي بحلم عمر وضاعت سنيني، خنقتني الدول يم ترجع لبغداد،
خنقتنا الدول يم ترجع لبغداد بيت أهل النعمة قد ما يتانيني خاف أرجع لبيتي وأبقى بالإيجار وتطردني المحل وفرعي يرثيني وخاف أرجع لبيتي وخاف أبقى تعبان وخاف إنه بظل محد يواسيني وبطرق ثوب طلعت أنا بزمان الخوف سم قانون خاطر بيه تحميني شبه ميت أنا شبه ميت أنا بالغربة ما مرتاح حفنة تراب من بغداد تحيني ما شفت الدفو بس بحضن بغداد خارت الوطن بردان غطيني جيت اشكيك حالي شوف حالي شلون تنشف دمع ريدك ما تبتي تنشف دمع ريدك ما تبتي سيادة النائب شفنا هذه العائلة عائلتين هاجروا العراق بسبب العمليات الإرهابية امرأة رجل الأول اللي هو حرقوا بيته ورجل اضطر أنه يهاجر إلى أمريكا والمرأة الثانية أيضا خطفوا أولاد الإرهابيين اضطرت تبيع البيت وتدفعوا فدية لأولادها وخسرت كل شيء هاجرت إلى أمريكا هذا اليوم عندنا عوائل كبيرة خارج العراق أيضا يريدون قانون يحميهم حتى يعودون لبلدهم الأهلهم الوطنهم ومثل ما شاهدنا هذه العوائل فقط تحلم أنه تموت بأرض الوطن ما تحلم بهواي أشياء نعم بالتأكيد أيضا هذا الملف هو ملف مؤلم وشائك وطويل ونحن كمكون كلداني سرياني عاشوري ومسيحي عانينا مثل ما عانى باقي العراقيين ولربما في فترات أكثر في بعض المناطق بيان أكثر لأنه كانت الضربة بعد 2003 مؤلمة بشكل واضح على الهوية عندما صارت القتل الهوية الطائفي اللي هي حقيقة ثقافة غريبة للمجتمعنا المجتمع العراقي جتنا أكيد مخارج العراق وكانت مؤلمة لكن حصل اليوم الكل مطالبين الحكومة والبرلمان أن يكون يلتفتون لهذه الحالة مع الأسف طبعا احنا بعد 2003 على صوتنا وصيحنا وقلنا ولم يسمع إلينا أحد وجرى اللي جرى والمشكلة كبرت يعني يوم على يوم تراكمت ومئات بل آلاف العوائل هجرت أو هاجرت خارج العراق وبالتالي اليوم ما تبقى منها يجب أن نحافظ عليهم وأن نبدي أن نعود اللي طلعوا يعني نوفر لهم الأسباب العودة يعني أو يسموه إعادة التوطين اليوم العوائل العراقية يؤسف أن يكون اليوم بطوابير يقفون أمام السفارات وأمام المتحدة ليستلمون المعونة أو المساعدات هذا شيء مغجل ومحزن ومؤسف له أن الحكومة العراقية والبرلمان يجب أن يلاحظ هذه الحالة بالتأكيد هناك وزارة الهجرة والمهجرين بإمكاناتها الضعيفة استطاعت لربما بعض الأشياء أن تقدم للمهجرين أو لكن أنتوا في البرلمان ما شرعتوا قوانين تحمي هذه الشرائح المهمة بالتحديد مثل ما شاهدنا هذول العوائل اللي هاجروا رغما عنهم بسبب الخطف والإرهاب والحرق وأيضا تهجير قسري من بلدهم يعني هو لازم يكون قانون واحد يحمي حقوق هؤلاء الناس اللي هاجروا كثير من عندهم كان عندهم مصالح كثير من عندهم كان عندهم وظائف يعني لربما احنا في مذبحة سيدة النجاة اللي هي كانت أقصى حادثة أليمة على قلوب كل العراقيين بالتأكيد البرلمان أخذ مجموعة من القرارات في وقتها اختصت طبعا على مكون مسيحي نعم لكن هي تشمل باقي المكونات هناك تهجير من كل المكونات حصل لكن هذه الحادثة أدت أنه اتخذنا بعض القرارات اللي حكومة التزمت قسم منها وقسم منها لحد الآن ما نفذت يعني لكن يراد جهد يعني حقيقي يراد جهد حقيقي من البرلمان إلى وزارة الهجرة والمهجرين وأموال ترصد لهذه الشريحة لكي تستطيع العوائل أن تعود يعني اليوم عائلة مثلا طلعت من بغداد أو من بصرة كانت قاعدة بإيجار اليوم إيجارات غالية جدا ما تقدر تعود إلى نفس المكان وحتى الخسر عمله أو الخسر وظيفته مثل ما شاهدنا هذا الرجل المسكين اللي حرقه محله وأيضا بيته وكل شيء خسر
هنا طبعا يجب ان نأشر على يعني اريد اعرف ماكو تعويضات لهذه العوائل؟ موجوده اليوم تعويضات بوزاره الهجره والمهاجرين لكن قليله حسب علمي. انه هناك 4 ملايين للعائله التي تعود يعني 4 ملايين شو تسوي اذا هي خاسره يعني بيتها ملايين الدولارات يعني ما يكفيها ايجار مبلغ سنه غير منصف ومليونين ونص للفرد اذا يعود. بالتأكيد هناك وعود انه ينطوهم قطعه ارض سكنيه وايضا قروض للبناء. طبعا هذه لكن ما تنفذت في هذا اليوم. من الصعب ان تقنع عائله هجرت قبل 10 سنوات او 7 سنوات ان تعود وتنتظر سنوات اخرى في البلد. يعني يجب ان يكون هناك نوع من التمييز الايجابي يعني على هيك شريحه معينه. انه نحن اليوم من نحكي على مكون اصيل بهذا البلد اللي صار له الاف السنين. نعم. يعني ما لازم نبخل عليه بهيك اموال نوفر له حتى يعود. يعني اليوم لازم كلنا ننتبه اكون هناك خطه او هجمه لافراغ الشرق الاوسط لربما. نعم. من هذه المكونات الاقليات او نسميهم المكونات الاصيله، وبالتالي اعطاء فت نوع من الانطباع انه الدول الاسلاميه او معاديه للاقليات او الديانات الاخرى، وهذه طبعا اكيد نظره خاطئه. نحن الاف السنين متعايشين في هذه البلدان، جتنا هذه الثقافات لربما من منظمات او مؤسسات او من يقف وراها لحد الان خارج العراق العراق، وبالتالي مرفوضه حتى من قبل القوى الاسلاميه والاحزاب الاسلاميه التي احنا نشاركها معها في هذا البلد. لكن لا يكفي الكلام، نسمع كلام كثير ومعسل وكذا، لكن التنفيذ غير موجود على أرض الواقع. هناك معاناة حقيقية ونحن 100% مع هذه العوائل، وأكيد راح نتكلم بهذا الملف ونحن متواصلين مع لجنة الهجرة والمهجرين. لكن الثقل مشكلة الثقل كبير، وإذا تجينا أزمات أزمة بعد أزمة. يعني اليوم حتى اللاجئين دول الجوار صارت أبء جديد على العراق. السيد عماد يوحنا، هذا اليوم راح اجردك من النائب عماد يوحنا وايضا من كتلة الرافدين وايضا الحركة الديمقراطية الآشورية. هذا اليوم راح اتكلم معاك الانسان العراقي اللي شاهد ويانا هذه الحالات المأساوية، هذه الحالات للفقر والعوز والمرض والغربة والتهجير. شو يقدر يتبرع لهذه العوائل وايضا للفقر والمحتاجين ببرنامج طيبة اهلنا؟ نعم، بالتأكيد بداية أشكر قناة الرشيد لهذه الالتفاتة الإنسانية حقيقة والنظرة إلى هذه الشرائح وتوصيل هذه المعاناة إلى المسؤول، وبالتالي نعجز عن ما نتبرع به. يمكن نتبرع كل ما نمتلك لهؤلاء الشرائح قليلة، لكن أنا اللي أقدر أن أتبرع به مبلغ 7 ملايين لهذه الحالات، وإن شاء الله يكون نقدر نرفع رأس أهلنا من خلال البرلمان، ما تبقى من عمر البرلمان أو ما إن شاء الله إن شاء الله نعين العوائل الفقيرة والمحتاجة إن شاء الله. سيادة النائب، يشوفوك كل البرلمانيين والسياسيين وأيضا يحضرون هنا البرنامج طيبة أهلنا ويمدون إيد العون والمساعدة لأهلهم، الناس الطيبين اللي انتخبوهم اللي وصلوهم للبرلمان. لازم يكون تكافل اجتماعي، لازم نتعاون بيناتنا حتى نصلح اللي شاهدته. أشكرك هذا اليوم الرجل العراقي أبو الغيرة على هذا المبلغ اللي هو 7 ملايين دينار للفقراء والمحتاجين في برنامج طيبة أهلنا. هذا اليوم مشاهدينا النائب عماد يوحنا جردنا كون عضو برلمان عراقي وأيضا كتلة الرافدين وأيضا الحركة الديمقراطية الآشورية، وكان معانا الرجل العراقي وتبرع مبلغ 7 مليون دينار للفقراء والمحتاجين من خلال برنامج طيبة أهلنا. شكرا لك سيادة النائب، وشكرا إلى قدومك إلى برنامج طيبة أهلنا، وشكرا إلى هذا المبلغ اللي تبرعته للفقراء والمحتاجين من خلال البرنامج. الباب مفتوح أعزائنا المشاهدين لكل موقف طيب ولكل حاجة إنسانية، فإننا هنا نعالج المرضى ونقدم المعونة المالية لمن يستحق، ومن يستطيع مساعدة الناس وتقديم المعونة المالية لهم من خلال طيبة أهلنا ليتصل بنا. وأيضا الباب مفتوح إلى كل الخيرين والمسؤولين أن يحضروا إلى مبنى استديو طيبة أهلنا ويشاركونا في هذا البرنامج حتى نساعد عدد كبير من الفقراء والمحتاجين.
اتصلوا بنا عدد كبير من المحتاجين والفقراء، وهذا اليوم برنامجنا يلبي كل احتياجات هؤلاء الناس اللي اتصلوا بنا على التليفون المثبت أسفل الشاشة. اليوم حضرت إلى الاستديو سماح حتى تحصل على المعونة المالية. حصلتي اليوم على 2.5 مليون دينار عراقي من برنامج طيبة أهلنا. أريد أعرف شنو ظروفك؟ والله أنا قاعدة بيت أجار، يعني غرفة واحدة أجرتها ب300,000، ورجلي يعني حتى المادية تعبانة، يشتغل حمال صالحية، ويعني حتى مطبخ ما عندي، لا مطبخ لا مرافق لا حمام، يعني بس هي غرفة واحدة وقاعدة ببغداد الجديدة. هذا اليوم برنامجنا اختاري ضمن هاي المنحة اللي هي 2.5 مليون. مشاهدينا اتصلوا بنا على التليفون الموجود أسفل الشاشة، واللي يحتاج معونة مالية يثبت برسالة أنه يحتاج معونة مالية، واللي يحتاج يتعالج أيضا يبعث التقارير المرضية على إيميل البرنامج أيضا الموجود أسفل الشاشة. هذه 2.5 مليون من برنامج طيبة أهلنا، وإن شاء الله دائما نتواصل وياكم. تسلمين، أشكرك، أشكر قناة الرشيد. شكرا جزيلا، شكرا على وجودك. تسلمي حبيبتي. وايضا حضرت هذا اليوم الى الاستديو اسماء مهدي زيدان، ايضا هي مريضه وتحتاج الى معونه ماليه من العوائل اللي اتصلوا ببرنامج طيبه اهلنا. ومثل ما عودتكم برنامجنا انه يساعد كل الفقراء والمحتاجين من خلال الاتصال على التليفون اللي موجود اسفل الشاشه. هذا اليوم هذه المساعده الماليه لك من برنامج طيبه اهلنا. شنو ظروفك؟ والله يعني على مود شوية هاي بنتي تعيين إلها، لأن ما عندي أحد، وهذا أبوها مريض وأني مريضة وأخوها معوق وأني قاعدة إيجار، وهذا اللي جايبتهن وياي المستمسكات وعقد الإيجار. الله يوفقك. وظروف كل صعبة. إن شاء الله نساعدك، إن شاء الله إن شاء الله. هذا معونة مالية. الله يبارك. وإن شاء الله نساعدك. بس العفو، بس هي يعني بنية أريد من الله ومن عندكم ولكل من يسمعني يعني يساعدني على التعيين مالتها، لأن أبوها مريض وأخوها مريض وأنا قاعدة. يعني تحتاجين تتعين حتى تعين العائلة. حتى تعين العائلة، وأبوها الدواء ماله يعني كلش غالي، وأخوها الدواء مالته كلش غالي. إن شاء الله إن شاء الله يسمع صوتك الخيرين والمسؤولين ويساعدوك بتعيين بنتك حتى تعين العائلة، عائلتك أنت وأبوها وأيضا أخوها المعاق. إن شاء الله يصل صوتك. والله من كل إنسان شريف عراقي أن يسمع حسي ويسمع صوتي من هاي القناة الشريفة قناتكم، ويساعدني على التعيين للابن البنت. إن شاء الله إن شاء الله نساعدك. إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. شكرت في دلالة. الله يخليك. الله يبارك فيك. هذا اليوم حضرت إلى الاستديو أم حسين. أم حسين عندها تقاريرها المرضية وأيضا عندها قصة تريد تحكيها لنا. أكيد نرحب بيها بوجودها في برنامج طيبة أهلنا. سعيدين هذا اليوم تكونين هنا في برنامج طيبة أهلنا، لكن أريد أعرف شنو الحالة، شنو الأوضاع يعني. الله يبارك فيك ست هيفاء. إن شاء الله إحنا والله عن طريق التلفزيون وقناتكم المفضلة، فبنتي مصابة بتشوه خلقي بالقلب وانعكاس شرايين القلب وتيامن القلب، ويعني وضعية هادة شوفي كلش تعبانة، فأخذناها للهند قبل بال 2008، سووا لها بس مجرد زرع جهاز تقوية ضربات القلب، وهذا الجهاز إله يعني عمر وينتهي، فبدت هسه مراحل الضعف بالنسبة للبطارية ومراحل ضعف إلها البنية. وعملية يعني تحتاجين علاج؟ اي والله محتاجة علاج يعني إلها، علاج البنية جبت تقاريرها المرضية. التقارير والله أنا أتمنى من المشاهدين أنه يبعثون هاي التقارير على إيميل البرنامج اللي موجود أسفل الشاشة، يعني اللي نتحدث به أنه يبعث هو المواطن تقاريره بنفسه أفضل، لسبب واحد أنه من توافق المنظمة على العلاج خارج العراق راح يبعثوا له رقم، هذا الرقم يراجع به السفارة للسفارة الأمريكية أو الكندية أو الألمانية الدولة اللي راح يتعالج بها، وأيضا لازم يكون جواز السفر هو والمرافق اللي سافر وياه. كثير من الناس اتصلوا بنا لكن المشكلة كانت هي عدم
ارسال جواز السفر له للمرافق. اتمنى انه تبعثين انت هذه التقارير على ايميل البرنامج، واذا ما قدرتي انا راح ارسل لك اياها وتدللين اساعدك بهذا الموضوع. الله بس يكون عندك جواز السفر موجود ان شاء الله، لها والوالدها وإليا اذا تحبين، يعني ابوها راح يكون المرافق وياها ان شاء الله. ان شاء الله يعني اسم على مسمى طيبه اهلنا، يعني على اخلاقكم وعلى برنامجكم هذا اللي يساعد الناس. الله يبارك بكم ويحفظكم الله ان شاء الله. هذا مبلغ مالي من برنامج طيبة أهلنا، وإن شاء الله هم يساعدش للعلاج علاج بنتش على ما نكمل أوراقها، وإن شاء الله تطلع ضمن المنحة المقدمة للعلاج في أي دولة من الدول اللي توافق عليها. الله والدير قلب ستايفة، الله يبارك فيك إن شاء الله ويحفظكم الله ويديم هذا البرنامج إن شاء الله للعالم اللي ما تقدر تتمكن علاج أطفالها وتخليهم مثل عمر الورد يعني تشوف فيها. إن شاء الله نساعدها. الله يبارك فيك إن شاء الله ويحفظكم. لكن أوراقها راح نرسلها نحن لو أنت ترسليها. والله يا ريت لو أنت، يعني مثل ما يقول يعني للأسرع، لأن وضعيتها ما تتحمل بعد، لأن الزرقاق دي يصير عندها بأظافرها بشفايفة، وهي هاي المرحلة الخطرة اللي قال لي عليها الدكتور. إن شاء الله إن شاء الله أساعدك بهذا الموضوع. الله يبارك إن شاء الله، الله يشافيها هذا الشيء. الله إن شاء الله دائما يبقى برنامج طيبة أهلنا إن شاء الله يا رب، يمد العون والمساعدة لكل المرضى والمحتاجين. الله يبارك بكم إن شاء الله يا رب العالمين، يحفظكم الله. وهي هاي طيبة العراقيين، يعني اللي ماكو من عندها طيبة بالدنيا كلها، ويبارك بعمركم إن شاء الله يا رب. إن شاء الله، شكرا جزيلا على بيت قلبه. أهلا وسهلا. حضرت هذا اليوم للاستديو أم محمد، أيضا امرأة عراقية تطلب العون والمساعدة من الطيبين، وأكيد هذا اليوم برنامج طيبة أهلنا راح يساعدها. شنو قصتك أم محمد؟ يعني أنا قصتي إحنا ثلاث بنات ووضعيتنا كلش تعبانة، يعني وعندي طفل صغير، يعني وضعيتنا كلش تعبانة وما عندنا وقاعدين تجاوز، يعني حالتنا كلش تعبانة، يعني وناشد الناس الخير أريدهم يساعدوني. وأنا صوبت بانفجار، يعني حتى ما أقدر لا أعالج نفسي لا شيء، وضعي وبيتنا تعبان، يعني قاعدين تجاوز بمزرعة وحالتنا كلش تعبانة. ناشد الناس الخيرين، يعني حتى ردت مقابلة للأستاذ سامي النجيفي ما حد قبل، يقولون ما يقابل ولا يساعد أحد، يعني وين علم النتيجة؟ إن شاء الله إن شاء الله يسمع صوتك كل المسؤولين والمعنيين، إن شاء الله ما يظل إنسان فقير. نتمنى أنه تمد إيد العون والمساعدة من الطيبين، يعني من الخيرين، من المسؤولين لهذه العوائل اللي تحتاج بالفعل العونة. ظروفني كلش تعبانة، يعني والله يا ستيفا ظروفي كلش تعبانة كلش تعبانة. إن شاء الله نساعدك، هذا مبلغ بسيط من طيبة أهلنا، وإن شاء الله نساعدك مبالغ أخرى. أشكرك، يعني أتمنى الناس الخير يعني توقف لي ست هيفا. هاي دعوة من برنامج طيبة أهلنا. يا مسؤولين، يا حكومتنا، يا معنيين، يا برلمانيين، تعالوا هنا لبرنامج طيبة أهلنا، والله العظيم هواية ناس فقرة ومحتاجة، تعالوا تبرعوا. بس نشوفكم بالإعلام تحجون، خلوا إيدكم بيدنا حتى نساعد عدد كبير من العوائل الفقرة المحتاجة. وأكيد أكيد هذا المواطن البسيط يعول عليكم هواية، برنامجنا مفتوح حتى يكون بيه تكافل اجتماعي بين المسؤول وبين هذا المواطن الفقير. تعالوا حضروا هنا وتبرعوا بالمبلغ اللي تريدوه وتروح من ايدكم ليد العائلة، ان شاء الله يسمعون صوتك، وان شاء الله المسؤولين. وايضا يعني اناشد الاستاذ اسامه النجيفي ليش ما قابلني، شنو السبب؟ ان شاء الله يقابلك ان شاء الله يقابلك. اشكرك ان شاء الله. شكرا حبيبتي. اشكرك أعزائي المشاهدين، تواصلوا معنا من أجل تقديم العون لجميع المرضى والمحتاجين، وابعثوا حالاتكم وتقاريركم الطبية على إيميل البرنامج حتى تأخذ حقها من الاهتمام، ونحقق لأصحابها ما يتمنون له من علاج في أفضل مستشفيات العالم، أو تقديم المعونة المالية للمحتاجين منهم. فاتصلوا بنا دائما على التليفون المثبت أسفل الشاشة. وقد جاءت في حلقة اليوم الأسماء الآتية من المنظمة الإنسانية العالمية للعلاج في أفضل مستشفيات العالم، وهي عباس علي المحمداوي من محافظة البصرة سيتم علاجه في كندا، سميرة يحيى الشريفي من محافظة الناصرية سيتم علاجها في كندا، أيضا الطفلة عبير عبد القادر محمود من محافظة بغداد سيتم علاجها في أمريكا، السيدة غادة عبد الله
الغزي من محافظة ديالى سيتم علاجها في أمريكا. أيضا محمود حسين علي الفياض من محافظة واسط سيتم علاجه في ألمانيا. فعل المرضى الذين ظهرت أسماءهم الحضور إلى الاستديو لاستلام مبلغ السفر اللي هو 10,000 دولار وأيضا أوراق السفر. في الختام يقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: مداراة الناس نصف الإيمان والرفق بهم نصف العيش، ونحن هنا في طيبة أهلنا مع الناس مداراة وعناية ومتابعة، لن نهمل أحدا ولن نترك محتاج. فانتظرونا في حكاية وجع جديدة تحكيها لكم هيفاء الحسيني. إلى اللقاء. مثل طيبة أهلنا معكم الكون، إذا سائل أمور يرضون العيون. مثل طيبة أهلنا معكم الكون، إذا سائل أمور يرضون العيون. نمسح كل دمع الساعة غير حال من حال، نمسح كل دمع الساعة غير حال من حال. نموت من القهر لو فقري بتشون، نموت من القهر لو فقري بتشون. وعلى المحتاج مهما نبخل بيوم، مهم عدنا نشوفه ينسى الهموم. على المحتاج مهما نبخل بيوم، مهم عدنا نشوفه ينسى الهموم. برنامجنا راقي لأن فكرة عراق I'm